أهلا بكم مشاهدينا إلى برنامج الأخبار الليلة الذي يمتد على مدار ساعتين، نناقش فيه ما أهم أخبار اليوم. والبداية من العناوين. حتما سيتم التشاور حول تشكيل حكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية وتعيد للانتخابات. البرهان يحسم جدل تشكيل الحكومة ويحذر من سيناريو تقسيم السودان، ترحيب بالمفاوضات وتحذير من بدائل مدمرة. إيران تهدد باستهداف المعارضة الكردية في إقليم كردستان، مطالبات بطردها من العراق ورئيس يطلب مهلة من الجيش. فرك ضد مروجي الكراهية، حبس 8 أشخاص حرضوا ضد السياح العرب واللاجئين السوريين. توتر على الحدود يستنفر قوات يونيفال، الجيش اللبناني يرد على تحركات إسرائيلية بقنابل الغاز. السلام عليكم. البحث عن حل للأزمة السودانية والتوافق على مقترح سلمي يوقف الحرب المستعرة منذ منتصف إبريل خيارات تبدو شبه مستحيلة، وفي تصريحات المسؤولين ما يشي بسيناريو أسوأ من ذلك. رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وفي مقابلة خاصة مع الحدث حذر من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى انتشارها في كامل أنحاء السودان، وعن المفاوضات التي تعددت مساراتها وأطرافها أكد البرهان موافقته على أي مسار يؤدي إلى تحقيق السلام، لكنه أشار إلى أن ذلك لا يعني بأن المفاوضات هي الخيار الوحيد، بل ثمة خيارات أخرى لكنها قد تكون مدمرة وستجلب الخراب وفق قوله. وفيما بدت تصريحات البرهان أقرب لخيار التصعيد، إلا أنه بدا متفائلا عندما قال إن حكومة مدنية ستشكل بالتشاور لإدارة المرحلة الانتقالية لكن عندما تنتهي الحرب. كل مفاوضات توصل إلى سلام، توصل إلى حلول، هي مفاوضات بالتأكيد مرحب بها، لكن الآن الوضع يختلف عما يمكن يتصوره الآخرون. نحن لم نصل إلى قناعة بأن لا سبيل أمامنا إلا المفاوضات، لكن حالة الشعب السوداني وما وصلت إليه البلاد يجعلنا نرحب بكل مبادرة للسلام، يجعلنا نرحب بكل مخرج من هذه الأزمة، لكن ليس هذا أن هنالك ليس طرق أخرى موجودة. الطرق الأخرى يمكن أن تكون موجودة لكنها مدمرة وستؤذي السودانيين وستزيق كثير منهم أضعاف ما ذاقوه الآن. هل الحرية والتغيير كانت على علم ببداية الحرب؟ أيضا ربما لا أحد يستطيع أن يجاوب على هذا السؤال سوى هم إذا كانوا على علم أو غيره، لكن أنا حذرتهم كثيرا من أن ربما تقع الحرب بسبب عدم الوعي لمجريات الأمور. في الجمعية العامة تحدثت عن مستقبلا عن إقامة حكومة مدنية في السودان، هل لك أن تعطينا بعض التفاصيل متى كيف؟ عندما تضع الحرب أوزارها. عندما تضع حتما سيتم التشاور حول تشكيل حكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية وتعيد للانتخابات. القوات المسلحة لديها مسؤولية دستورية في حماية الوطن، لديها مسؤولية دستورية في استخدام العنف واحتكار القوى المسلحة، لذلك لن تكون هنالك أي مبررات أو أي مسوغات لاتهامها بأنها قامت بالدفاع عن نفسها بالدفاع عن الوطن. الطرف الآخر هو من ارتكب هذه الفظائع، هو من ارتكب الجرائم، والذي يمكن أن تقام ضده الدعاوي. وقبل أن نستمر في متابعة الملف السوداني، نشير إلى هذه الأخبار العاجلة وهذه الصور كذلك للقاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بنظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 78. نتابع هذه الصور.
وبالتأكيد نبقى في متابعة لهذا الملف ولهذا التطور. لقاء وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بنظيره الإيراني. الآن بالعودة إلى الملف السوداني، ففي المقابل أبدى رئيس حزب الأمة السوداني القومي المكلف فضل الله برمناصر أبدى تخوفه من تقسيم السودان لدويلات، ولفت إلى أن نطاق الحرب يتسع كل يوم بعد تدمير العاصمة الخرطوم بشكل كامل على حد قوله. إن الحرب انتقلت إلى أطراف السودان لدارفور لشرق السودان، وقد انتهت من قلب السودان النابط العاصمة الخرطوم، تدمرت كاملا، فتمددت الحرب غربا إلى حدود إلى شاد، وتمددت شرقا إلى بورسودان، وكل هذه دلائل تشير على اتساع نطاق الحرب، وأنه هنالك احتمال كبير جدا أن تتحول الحرب إلى حرب أهلية وتقود إلى تقسيم السودان لدويلات، وهذا ما نخشاه. هذا وأكد برمناصر في حديث خاص للحدث أن قوات الدعم السريع أكثر انفتاحا على الحوار من الجيش، خصوصا بعد مواقف البرهان في الأمم المتحدة بحسب قوله. الآن هنالك انفتاح من الطرفين، ولكن والحق يقال نحن نقول بأن الطرف المتمثل في الدعم السريع أكثر انفتاحا. موقف السيد الفريق البرهان يعني أغلى انفتاحا، لأنه تحدث في الأمم المتحدة بدلا أن يرفع راية السلام، ما زال يتحدث في أشياء لا تقدم حلا لقضية السودان. أنا من هنا بناشد الطرفين الأخ البرهان والأخ حميدتي على أنه التوجه فورا اليوم وقبل غدا إلى طاولة المفاوضات في جدة. وخلال لقاء مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قال مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إن الجرائم الحالية في السودان تبدو امتدادا لما ارتكب بدارفور قبل نحو 20 عاما، وأشار إلى أن التحقيقات في الفترة المقبلة ستشمل تشاد وبعض المناطق في السودان، مبديا انفتاحه للتعامل مع السلطات السودانية بما يخدم العدالة والمحاسبة. كما أضاف في مقابلة سابقة مع الحدث أنه لن يكرر أخطاء الماضي، عندما تملك المحكمة أدلة كبيرة وواقعية للإدانة فإنها ستتحرك لتوجيه الاتهامات. ومن جهته أكد البرهان حرص بلاده على تحقيق العدالة، مشيرا إلى أن الجرائم التي ترتكب في دارفور تنفذ من قبل العناصر نفسها التي تنتهك بشكل منهجي القوانين الدولية في حربها الحالية بالسودان، وتقترف الجرائم الشنيعة في حق المدنيين، وذلك في إشارة لقوات الدعم السريع. ولمناقشة هذه التطورات ينضم إلينا من القاهرة الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي شريف محمد عثمان. كما ينضم إلينا من لندن عمران عبد الله حسن عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو. ومن الدوحة ينضم إلينا المدير الأسبق لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في القوات المسلحة السودانية اللواء الركن أسامة محمد أحمد عبد السلام. أهلا بكم جميعا وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ من ضيفنا من لندن السيد عمران، وهو من المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو. السيد عمران أهلا بك مرة أخرى. في آخر المواقف المسجلة لقائد قوات الدعم السريع حمتي كان قال أنه أو قوات الدعم السريع مستعدة لوقف النار لمرور الإغاثة للمدنيين، وكذلك هذه القوات مستعدة للحوار. ما الذي يمنع إذن أن تبدأ الأطراف السودانية حوارا جديا؟
طيب في البداية التحية لك أستاذ سارة ولكل مشاهدي قناة الحدث ولضيفيك الكريمين. المانع الحقيقي لبدء الحوار أو عملية الإغاثة أو التفاوض نفسه هو الجيش، ومن خلفه النظام الحركة الإسلامية الذي هو يسيطر على قرار الجيش. من قبلنا نحن كنا ملتزمين من اليوم الأول بكل الهدن، التزمنا بمرور المساعدات للمحتاجين، لكن الخروقات دائما تأتي من قبل الطرف الآخر. حتى مفاوضات جدة عندما قطعت شوط وأوشكت أو أن تكون في نهايتها ويوقع عليها، قد انسحب وفد الجيش متحججا بحجج واهية لا تقنع أي إنسان عاقل. فبالتالي سيدة الفاضل، حتى الكلام الذي أسير في هذه اليومين أو أن هنالك استعداد من قبل البرهان للذهاب للتفاوض أو للجلوس مع قائد قوات الدعم السريع، في تقديرنا هذا هو زر الرماد في العيون، حتى يبدي للشعب السوداني أو يتراءى له بأنه يعني حريص على مصلحة الشعب السوداني وحريص على وقف الطاقمات، لكنه وضع شروط تعجيزية لكي يأتي في مؤخرة الأمر ويقول أن السبب هو قوات الدعم السريع وهي لم تلتزم بما وعدت به ولم تخلي منازل. ما الشروط التعجيزية؟ الخروج من المواقع الرسمية، هل هي الشروط التعجيزية التي عرضت عليكم؟ سيدة الفاضلة، إذا صحت أن هنالك وجود لقواتنا فنحن مستعدين للخروج، لكن سبق وأن تم تكوين لجنة 5+5، 5 من الجيش و5 من قبلنا و5 من السياسيين المحايدين. تم وقفوا على المنازل المواطنين على كل المرافق العامة، لم يجدوا مظاهر عسكرية، ورفعت هذه التوصيات للوساطة، لكن الجيش رفض استمرارية هذه اللجنة وقام بسحب ممثليه. إذا هم لا يريدون أي شيء من شأنه يوقف هذه الحرب. على العموم الجيش يتحدث عن رواية مختلفة، يقول إنكم لا تلتزمون بالمتفق عليه ما يتعلق بالممرات الأمنة أو ما يتعلق بالخروج من هذه المناطق، حينما يتحدث البرهان كذلك اليوم ويقول إن التفاوض قد لا يكون الحل الوحيد للأزمة، هو يشير إلى حلول أخرى. كيف قرأت هذه التصريحات سيد عمران من قبل قوات الدعم السريع؟ البرهان ليست له اي حلول اخرى. البرهان مناورات كلامه في فمه، لكن في ارض الواقع ليس له اي عمل يعمله. اذا كانت حلول اخرى ستقول حلول بالقوه، هو خلاص فقد السيطره تماما على السودان، فقد السيطره على الخرطوم هربا، واكد بلسانه انه لا يستطيع مداوله عمله من الخرطوم وهي عاصمه السودان، اذا هو فقد شرعيته. فكيف به ان يلمح بان هنالك حلول اخرى قد تكون عن طريق القوه؟ هذا مستحيل. حتى كل المحاولات التي أبداها من محاولة تجييش الشعب السوداني، محاولة إعادة المتقاعدين من الجيش، كلها فشلت. كل الأرتال التي أتى بها الخرطوم قد سحقت تماما. الآن حتى القيادة على في قبضة قواتنا الباسلة، أفراده وأصدقائه الذين تركهم في القيادة الآن هم تحت قبضتنا وتحت حصارنا. فبالتالي هذا تحصيل حاصل واستطالة لعمد الحرب واستطالة لمعاناة الشعب السوداني ليس إلا. أنتقل للسيد شريف محمد، أعتقد أنه لا يتفق معك في هذه النقاط، مسألة تفوق قوات الدعم السريع في الكثير من المناطق خاصة الخرطوم. هل فعلا هناك تفوق على الأرض لقوات الدعم السريع، ومن يبدو أكثر انفتاحا للحوار الآن، الجيش أو قوات الدعم السريع؟ شكرا جزيلا، مساء الخير عليك وعلى كل المتابعين الكرام، وأيضا شكرا لضيوفك الكرام من الدوحة ومن لندن. السؤال الأهم هو ما قيمة هذه السيطرة، وليس الحديث عن السيطرة، من يسيطر على مساحات أوسع أو مساحات أقل. القيمة الحقيقية التي اكتسبها السودانيين جراء هذه الحرب هي عدد كبير من الانتهاكات وعدد كبير من الضحايا، وأكثر من 7 مليون سوداني وسودانية هم لاجئين ونازحين في الداخل وفي الخارج. هذا هو الحصاد وهذه هي القيمة. ولكن الأرض، هذه المناطق التي تسيطر عليها هذه الأطرافية، ما التي تدفعها إلى الحوار؟ والآن هذا السؤال كذلك الرئيسي، من الأكثر انفتاحا؟ حينما يتحدث فضل الله بورمناصر بأن قوات الدعم السريع هي أكثر انفتاحا، أليس موقف من المركزي الآن؟ ما ذكره
ما ذكره السيد سعادة اللواء فضل الله برمناصر رئيس حزب الأمة القومي هو حديث صحيح طبعا. في آخر مفاوضات جدة انسحب وفد القوات المسلحة وعاد إلى مدينة بورسودان ولم يعد حتى هذه اللحظة. هذا الموقف اتخذته القوات المسلحة. نحن نحث دائما وبشكل مستمر أن على الطرفين العودة إلى منبر جدة اليوم. ولكن السيد شريف لنناقش هذه المسألة. لماذا انسحب الجيش أو وفد الجيش؟ يتحدث الجيش عن شرط أساسي وخروج قوات الدعم السريع من المناطق المدنية ومن المناطق الاستراتيجية في العاصمة الخرطوم. أنتم كمركزي قوى الحرية والتغيير هل تقبلون بقاء قوات الدعم السريع في هذه المناطق؟ بالتأكيد أي عملية أي ترتيب لوقف إطلاق النار يجب أن يحافظ على الأعيان والمناطق المدنية والمناطق السكنية وعلى الطرقات، وهذا ما تم الاتفاق عليه سابقا في المبادئ التي تم توقيعها في وقت سابق ما بين القوات المسلحة وما بين قوات الدعم السريع. القضية الرئيسية هي وجود آلية للمراقبة، وهم تم التوافق على أن هناك آلية لمراقبة هذه القوات على الأرض بقيادة سعودية. هذا الأمر تم الاتفاق عليه مناقشة وجود هذه القوات وانسحابها من نقاط إلى نقاط أخرى وتجميعها. هذا أمر يمكن نقاشه ويمكن الاتفاق عليه. في قضايا الحرب وفي قضايا التفاوض تستطيع أن تنتزع أي نقطة أو تتفوق في أي نقطة إذا كانت مطالبك وقضاياك موضوعية عبر النقاش وعبر الحوار. أما الانسحاب من التفاوض ووضع شروط، أعتقد أن الشروط التي يتحدث عنها من القضية التي طرحها القوات المسلحة بأنها تريد خروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين، كل السودانيين يرغبون في خروج قوات الدعم السريع من منازل المواطنين، خروج كل القوات والعودة إلى مغراتها. هذا الأمر من الممكن حله عبر التفاوض، هذه ليست قضية مستحيلة. لكن حقيقة هناك جهات لا تريد لهذه الحرب أن تغف. هذا الأمر يجب أيضا أن نناقشه بكل وضوح. هناك جهات تعمل على استمرار هذه الحرب. من تقصدون؟ هذه عناصر بالتحديد عناصر الحركة الإسلامية والأخوان المسلمين، هم ما زالوا يعملون وينشطون داخل مغرات القوات المسلحة، يعملون على التعبئة داخل مغرات القوات المسلحة. اليوم شاهدنا في تخريج عدد من المستنفرين في ولاية نهر النيل غاية كتيبة البراج المالك، وهي مجموعة من الإسلاميين الإرهابيين وبرفقة عدد من ضباط القوات المسلحة، وهو يخطب في المستنفرين. هذه الطريقة التي تتعامل بها القوات المسلحة مع هذه الحرب طريقة غير صحيحة، وستورد هذه البلاد مورد الهلاك. الحرب خلال هذه الستة أشهر الماضية أو الخمسة أشهر الماضية شريف. ونحن الآن ندخل في شهرها السادس. لماذا هذه النقطة رجاء؟ ونحن ندخل الآن ندخل في الشهر السادس ولم نحرز أي تقدم، سواء كان الدعم السريع الذي يخطط على الاستيلاء على العاصمة الخرطوم أو القوات المسلحة التي ظلت. دعني أطرح سؤالي سيد شريف معركة خلال أيام. سيد شريف قبل أن أنتقل لسيادة اللواء الركن أسامة، دعني أطرح فقط هذا السؤال عليك وعلى مركزي قوى الحرية والتغيير. لماذا تبدو تصريحات ومواقف المركزي بحسب الكثير من السودانيين قريبة كثيرا من قوات الدعم السريع؟ فضل الله برمناصر في حديث كأنه يمدح قوات الدعم السريع واستعدادها للحوار، اليوم تتحدثون بنبرة مقاربة لحديث قوات الدعم السريع عن فلول النظام السابق وعن اتهامكم للجيش بالتأثر بها. هناك كذلك في المقابل تقارير أيضا تتحدث عن انتهاكات لقوات الدعم السريع، لماذا لا يشار إليها بوضوح أكبر؟ اولا انت متابعه للملف السوداني، ونحن الان نناقش في القضايا السودانيه منذ اكثر من 3 سنوات على منصات الاعلام في قنوات الحدث وفي القنوات العربيه. القضيه الاولى ان فلول النظام البعيد ومعركتهم تجاه قضايا التحول المدني الديمقراطي، هذه القضيه ليست حديثه عهد. ونحن ذكرنا بوضوح بان انقلاب 25 اكتوبر الذي قام به قائد القوات المسلحه وقائد الدعم السريع هو انقلاب مسنود ومدعوم من عناصر النظام البعيد في تحالف واضح مع المجموعتين. في صبيحة ذلك الانقلاب احتغلت غادة الحرية والتغيير وتم إطلاق صراحة عناصر النظام البعيد. خلال هذه الفترة تم استرجاع أموالهم. الآن يتحركون بكل حرية، أحمد هارون، الفاتح عز الدين، كل عناصر النظام البعيد يتحركون في ولايات كسلة وفي القضارف بكل حرية، يخطبون ندوات في قاعات تحت حماية الجهاز التنفيذي والقوات المسلحة والشرطة. هذه هي حقيقة ونحن نتابع دائما معكم هذه التفاصيل. هذا أمر يخص ونحن نتابع دائما معكم هذه التفاصيل ونعرفها، ولكن هذا ليس قصدي. أقصد بأنكم لو سمحتي لك الوقت، ولكن لم يكن هذا سؤالي. معليش اسمعيني،
أسمع. لو سمحتي بس خلينا نكمل النقطة دي. إذا كان الدعم السريع منذ شهري من حوالي 4 شهور أو 5 شهور من ما قبل الحرب هو بدأ يتحدث عن دعمه للعملية السياسية وبدأ يتحدث واعتذاره عن الانقلاب بتاع 25 أكتوبر ومن ثم انتقاده لفلول النظام البائد، هذا الموقف تبناه الدعم السريع منذ حوالي 5 أشهر أو 6 أشهر ما قبل هذه الحرب. هذا الموقف هو موقف أصيل لتحالف الحرية والتغيير، هذا الموقف أعلننا عنه منذ انقلاب ما قبل انقلاب 25 أكتوبر عن حركة فلول النظام البائد، وطيلة هذه الفترة الحرية والتغيير تتحدث بلسان واحد، هي راغبة في وصول لجيش وطني واحد، هي راغبة في إنهاء تعدد الجيوش، هي مدركة للخطر والتهديد الذي يمثله النظام البائد على مستقبل السودان وحدته ووجوده. نعم، معلومة هذه النقاط التي أشرتم إليها سابقا، ولكن لم يكن هذا سؤالي، سأعود إليك لاحقا لتوضيح بعض النقاط، ولكن لا يجب أن أشرك الآن سيادتي لأشركم في هذا الحوار، أعذرني ربما أطلنا في الحديث مع ضيفينا. سيادتي اللواء الركن، الجيش مكلف قانونيا بالدفاع عن نفسه ويجب ألا يخضع للمحاسبة، هذا كان في تصريح البرهان قائد الجيش السوداني مع الحدث في مقابلة أجريت على هامش اجتماعات الجمعية العمومية. صعب أن التقارير تحدثت عن انتهاكات لقوات الدعم السريع تتعلق بعمليات اغتصاب مثلا، ولكن كذلك التقارير أشارت إلى بعض الممارسات للجيش السوداني تتعلق باستهداف المدنيين عبر الطيران. ما الذي يجعل البرهان يعتقد بأن الجيش مستثنى من أي محاسبة أو مساءلة؟ أبدأ بالتحية لك أولا أهلاً بك فيك الكريمين. وقبل أن أجيب على السؤال فقط أعبر عن أسفي العميق والبالغ لتكرار هؤلاء الضيوف لذات القوية التي كانت من قبل اندلاع الحرب. حديث أختي الكريمة عن النظام السابق، عن الفلول، عن الكيزان، عن الدولة العميقة، عن هذه المصطلحات والفزاعة التي ظلت على الدوام في الميديا لقوى الحرية والتغيير والدعم السريع لم تعد تغني أحدا حقيقة بعد انكشاف كل هذه الممارسات القبيحة والجرائم الفظيعة التي ارتكبتها هذه الميليشيا. هذا أول حديث الفريق أول البرهان في المقابلة التي أجريتمها معه حول استثناء منتسبي القوات المسلحة من المساءلة، هذا أمر أكده البرهان، وليس هناك كبير على القانون. في قناعتي الشخصية أن القوات المسلحة لم ترتكب جرائم حرب كما هو الحال في الدعم السريع. هناك صحيح بعض الطلعات الجوية، هناك بعض القصف الغير متعمد في حدوث بعض الخسائر في أوساط المدنيين، ولكن أن تتعمد أنت السيطرة على مدن المدنيين، أن تتعمد اغتصاب الحرائر، أن تتعمد إتلاف المنشآت الاستراتيجية والخدمية، هذه جرائم بالتأكيد. ولكن القوات المسلحة لم تكن على الإطلاق هدفها أن تدمر البنية التحتية، لم يكن هدفها أن تستعد المواطنين المدنيين، بالعكس كلما ولكن عدم وجود نية هذا ربما يثبت لاحقا بالتحقيقات. أكيد طبعا كما قلت لك ليس هناك كبير فوق القانون، ولكن الاتجاه العام أن القوات المسلحة ليس لديها عداء مع المواطن، بالعكس الدعم السريع هو الذي حول هذه الحرب من حرب مع القوات المسلحة إلى حرب مع المواطن، فهو يقاتل في جبهتين، يقاتل مع القوات المسلحة ويقاتل المواطنين في دورهم وينتهك أعراضهم وينهب ممتلكاتهم، وهذه حقيقة لا يمكن أصلاً أن تغطيها، لا يمكن أن تغطي الشمس بكفة يدك يعني. نعم. ولا الضيوف الذين يتحدثون عن نعم. سيدة اللواء سأنقل هذه النقطة لاحقاً لسيد عمران، ولكن قبل ذلك حينما يتحدث كذلك فضل الله برمناصر وحتى ضيفنا سيد شريف بأن الدعم السريع على ما يبدو الأكثر انفتاحاً الآن لهذا الحوار أكثر من الجيش، هل فعلاً الجيش لا يبدو مستعدا لحوار الآن ولماذا؟ ألا تتطلب الأوضاع المتردية أو الكارثية في كثير من المناطق السودانية أن يذهب الجيش وأن تذهب قوات الدعم السريع لحوار جدي الآن في منبر جدة أو في منابر أخرى؟ الدعم السريع أختي الكريمة ومن يقفون خلفه ومن يناصرونه يتجهون الحوار لأنهم اقتنعوا تماما بالهزيمة. يعني ما تعرض له الدعم السريع خلال الشهر الماضي من خسائر فادحة
بالتأكيد ليس له من خيار خلاف احتفاظ ببعض المكاسب، والظهور ما وصلناه يريد السلام، يريد أن يتفاوض. نعم. ولكن طبعا فضل الله برو مناصر بكل أسف هو من منتسبين القوى السلاح السابقين، ولكن يتماهى مع المركزية الحرية للتغيير في أن هذا الدعم السريع هو ظهير سياسي وظهير عسكري بالنسبة لهم، وهم ظهير سياسي. وبالعودة إلى الحديث الذي تقصد المركزية والأمة. بس أي نعم، المركزية الحرية للتغيير والأمة كل المركزي أصلا جزء من المركزية الحرية للتغيير. الذي يقوله أن القوى السلاح التي يتحدثون عنها الآن أنها إسلاميين وأنها كيزان، هم شاركوها منذ 2019. نعم. لماذا لم تظهر هذه المسائل في ذلك الوقت؟ شاركوها 2019 نعم. و2020 و2021، فكيف يستقيم الآن أن تتحول القوى السلاح الآن إلى حركة إسلامية وقد كانت في السابق جزء من مشاركتهم؟ نعم. معها في كثير من النقاط ذكرتها سيدة اللواء ركن، وهنا أنتقل لسيد عمران في البداية. البرهان حينما يقول بأنه جيش مكلف قانونيا ودستوريا بحماية نفسه والدفاع عن الأرض، وأنتم كقوى الدعم السريع من ستحاسبون أو يجب، ولم يتحدث بجزما ولكن قال يجب أن لا يحاسب الجيش أو يسأل على هذه النقطة. تعليقك في البداية حول هذا الأمر. أولا دعيني أعلق على مداخلك الأخير حول حديثنا عن أن هنالك حلول وراء هذه الحرب واستمراريتها. طبعا النظام السابق، وهذه الرسالة أنا أقدمها للشعب السوداني الذي يستمعنا الآن، السياسيين يفهمون تماما على عيب النظام السابق، فبالتالي لا يستطيع أن يخدعهم، لكن هو محاول حتى ضيفك يحاول أن يخدع الشعب السوداني. هنالك بعض المصطلحات الفضفاضة الذين أتوا بها لتضليل الشعب السوداني. نعم. مثلا كقول ضيفك أن يقول أن مسألة الفلول وهذه فزاعة، هذا هو ما أتوا به الفلول أنفسهم حتى يضللوا به الرأي العام ويصرف الشعب السوداني عن أن هنالك فلول وراء هذه المعركة وإطالة أمدها، لأن الفلول منبوذين تماما من الشارع السوداني ومن الشعب السوداني، وظهر ذلك جليا في عام 2019. نعم. أيضا هنالك بعض المصطلحات لا بد أن أؤكدها. هنالك أيضا مصطلح أن يقولون أنك لا يمكن أن تأتي بالديمقراطية على فوهة البندقية، وأيضا هذا كلام حق أريد به باطل، أيضا من المصطلحات التي اعتاد أن يكررها فلول النظام السابق حتى يمروها على 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 ماذا عن سؤالي سيد عمران؟ سأتي على سؤالك. مسألة أخيرة، نقطة أخيرة، هي الانتهاكات وسكن منازل المواطنين. هذا الجيش هو الميليشيا نفسه، هو الذي ينتهي كل هذه الممارسات وينسبها للدعم السريع. هذا الجيش ليس له أخلاق. أما بالنسبة لسؤالك، إن صحت العبارة، هو ليس جيش، هذه ميليشيا نفسها. البرهان يقول الجيش له الحق، هذا ليس جيش، نحن لا نعترف به. هي ميليشيا في المقام الأول، هي من قتلت الشعب السوداني، هي من شردت الشعب السوداني، الآن يضرب. ولكن تقارير تشير إلى ممارسات للدعم السريع بينها الاغتصابات، لم يتحدث الجيش لوحده عن هذه النقطة. حينما يقول مدعي المحكمة العليا يقول لن نتحرك إلا بعد الحصول على أدلة التحرك القانوني أو المسائل القانونية، سنتوجه إلى تشاد للحديث مع الفارين هناك من السودانيين، ألا تشير كل هذه المعطيات بأنكم بالفعل قوات الدعم السريع من ستدانون بشكل رئيس في هذه الانتهاكات؟ سيدة سارة، نحن نرحب بكل عملية تحقيق عادلة وشفافة ونزيهة، نرحب بها شريطة أن نكون نحن أيضا جزء منها، مثل اللجنة 5x5 التي تمت في الخرطوم. الجرائم التي ترتكب الآن، نحن والشعب السوداني وكل السياسيين يعرفون أن هذه ممارسة المؤتمر الوطني منذ 30 عاما يمارس هذه السياسات والقتل والاغتصاب، كل هذه الممارسات يمارسها وينسبها لغيره، أحيانا حتى يضغط أناس حتى يعترفون بهذه الممارسات. فبالتالي هو الآن أتى بها هنا حتى يكسب ضد الشعب السوداني الذي كرهه تماما، وأتى بها أيضا حتى يشيطن الدعم السريع. نحن كبشر نعم، قد تكون هنالك بعض المخالفات، لكن الانتهاكات هذه 90% منها كلها انتهاكات الاستخبارات العسكرية بما فيهم البرهان نفسه، هو أيضا مجرم وهو أيضا خائن، والبشير نفسه هو أيضا مغتصب، والذي في فوهة لسانه أشار أنه إذا تم اغتصاب امرأة في دارفور هل يعتبر هذا شرف أم زنا؟ فبالتالي هذا النظام لا أخلاق له، لا دين له، نحن لا نصدق. نعم. أنتقل السيد شريف، على العموم هذه الاتهامات والمصطلحات على ذمة كل ضيف وليست على ذمة الحدث. السيد شريف، حينما يقول سيادة اللواء الركن بأنكم ظهير سياسي لقوات الدعم السريع أو الدعامة السياسية لقوات الدعم السريع، أعود مرة أخرى إلى الاتهام الأبرز أو إشارة الأولى بأن ثمة من يعتقد بأنكم فعلا بتم مثل ما يقول سيدة اللواء الركن الظهير السياسي.
طيب أول حاجة خلينا نقول قضيتين رئيسيات يجب أولا نبدأ بها النقاش. القضية الأولى إنه قوات الدعم السريع ارتكبت انتهاكات وجرائم وفضائح خلال هذه الحرب، وهذه الانتهاكات مورست في العاصمة الخرطوم في ولايات دارفور، ولكن للكشف عن هذه الجرائم والتوثيق لها وإثبات من الذين ارتكبوا هذه الجرائم هذا الأمر أيضا يجب أن يخضع إلى لجان للتحقيق ومن ثم تقديم مرتكبي هذه الجرائم للانتهاكات. في الجانب الآخر أيضا طيران القوات المسلحة استهدف أعيان مدنية، وهناك عدد من المواطنين أفادوا بأنهم تم غصفهم عبر الطيران في ولاية الخرطوم وفي مدينة نيالة في جنوب دارفور. أيضا هذا الأمر يتطلب التحقيق. أيضا طيران القوات المسلحة قصف منزل دكتور الهادي إدريس، وكان يقيم فيه باشمهندس خالد عمر يوسف نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني، وأيضا الأستاذ طه عثمان إسحاق القيادي في تجمع المهنيين والقيادي في لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية للحرية والتغيير، تم غصفه بطيران القوات المسلحة. هذا الأمر أيضا حقيقة، وسنطلب في يوم من الأيام التحقيق حول من الذي حدد هذا الهدف كهدف مدني، وهو منزل عضو مجلس سيادة وتم استهدافه عبر الطيران. هذه الانتهاكات وهذه الجرائم نحن نعرف تماما أن الخروج من الجرائم ومن الانتهاكات هو قطع استمرار هذه القضية الأولى، سواء كان الحديث الذي تحدث به لسعادة اللواء أو الحديث الذي تحدث به عمران عن التقدم العسكري. هذا يتحدث عن أن الدعم السريع قد انتهى في الخرطوم، وهذا يتحدث عن القوات المسلحة انتهت في الخرطوم. الحقيقة الوحيدة أن الذي انتهى في الخرطوم انتهت حياة المدنيين وانتهت ممتلكاتهم ومقدراتهم نتيجة لهذه الحرب. لإيقاف سلسلة الانتهاكات المتصلة التي ظلت تمارس في مواجهة السودانيين، أولا نقول الحقيقة القائد العام للقوات المسلحة غير مؤهل للحديث عن الانتهاكات. في مقاومة انقلاب 25 أكتوبر سقط حوالي 126 شاب في طريقهم إلى القصر الجمهوري برصاص المنظومة الأمنية. هذه حقائق. هذه القوات ليست لديها قضية أخلاقية أو موقف أخلاقي. للقوات المسلحة، لقوات الدعم السريع، ليس لديهم موقف أخلاقي من قضايا الانتهاكات. الوحيدين الذين لديهم موقف أخلاقي واضح في إدانة هذه الانتهاكات هي القوى المدنية، ونحن سنعمل على تشكيل لجان للتحقيق لتقديم مرتكبي هذه الجرائم وهذه الانتهاكات إلى العدالة. أما حديث ضيفك عن أن الحرية والتغيير هي ظهير سياسي للدعم السريع، هذه أيضا واحدة من حكاوي ومن سرديات النظام البائد التي تم سردها منذ اليوم الأول لهذا الحرب. نحن ذكرنا بوضوح أن هذه المعركة ليست في مواجهة الدعم السريع. القوات المسلحة ولا المؤتمر الوطني ولا الإسلاميين لديهم مشكلة مع الميليشيات. نفس هذه القوات المسلحة شيب ضرار الذي يتسلح الآن في مدينة بورسودان تم تسليحه بواسطة الاستخبارات العسكرية. كيكل الذي انضم للدعم السريع تم تسليحه بواسطة الاستخبارات العسكرية. حركة تمازج تم تسليحها بواسطة الاستخبارات العسكرية. الدعم السريع نفسه تدريبه تسليحه تم بواسطة القوات المسلحة. عدد كبير من الميليشيات الآن كتيبة البراي بن مالك والكتيبة الأخرى كتيبة الشعبية التي أعلنت عن نفسها قبل يومين هي كتائب تنتمي للإسلاميين تعمل الآن تحت رعاية القوات المسلحة. ليس لديهم موقف أخلاقي أو قيمي تجاه قضية تعدد الجيوش. الوحيدين الذين لديهم مصلحة في إنهاء تعدد الجيوش وضد عسكرة الحياة السياسية وضد تكوين الميليشيات هي القوى المدنية التي ناهضت الدعم السريع. دعني أنقل هذه النقطة لسيادة اللواء الركن. أعذرني السيد الشريف، ولكن الوقت المخصص المقابلة انتهى. الاتفاق أعذرني، هو انتهى تماما الوقت. القوات المسلحة ليتحدث عن أنه عنده مشكلة مع الدعم مع نصف دقيقة للسيادة اللواء الركن، لأن الوقت انتهى تماما. نحن داعمين للدعم السريع، الداعم للدعم السريع والذي كون الدعم السريع هؤلاء ضباط القوات المسلحة. تعدد الجيوش، لم أكن عادلة بالمناسبة السيد الشريف مع سيادة اللواء الركن إطلاقا، لذا أعذرني سيادة اللواء الركن، لم يكن هذا القصد، لهذا أحاول تمديد الوقت في سؤال أخير. بالتأكيد بدأت الحرب هذه بين طرفين سيادة اللواء الركن، بين الجيش وقوات الدعم السريع، ولكن الآن يتحدث السيد شريف عن تعدد الجيوش، كما يتحدث البرهان عن تمدد أو إمكانية تمدد احتمال تمدد هذه المواجهات أو الحرب. كذلك على الأرض هناك جيش قوات دعم سريع، قبائل، حركات مسلحة، والكثير من الأطراف التي تتقاتل. هل وصلنا لمرحلة الحرب الموسعة أو الحرب الأهلية في السودان؟ جزئية صغيرة قبل أن أجيب على هذا السؤال. ضيفك تحدث عن انقلاب 25 أكتوبر، وهؤلاء يتحدثون عن التاريخ. طبعاً ظهور البرهان في نيويورك هو شرعية واعتراف بالشرعية الكاملة للفرقة والبرهان، والولايات المتحدة لديها من الأساليب السياسية التي توصل بها رسائل أن هذا الشخص
مرغوب فيه أو تعترف بشرعيتها أو لا. ومارس ذلك في مندوبين لإيران وصلوا لنيويورك، وقبل ذلك مارست بعض الضغوط على الرئيس البشير خلال وصوله لنيويورك، وقيدت حركته ب 500 متر تقريبا أو كيلو تقريبا. فالبرهان هو الآن يمثل الشرعية السياسية للسودان، والحديث عن هذا الانقلاب هذا من التاريخ أصبح. تعدد الجيوش مثلا طبعا غير مرحب بها أصلا، ولكن أن يأتي أناس عبر الاستنفار للقتال إلى جانب القوى المسلحة ضد هذه الميليشيا الباغية، فبالتأكيد مرحب بها أيا كانت انتماءات هؤلاء الذين في النهاية هم سودانيون، سودانيون يثأرون لمنازلهم، يثأرون للحرائر التي اقتصبنا، يثأرون للمركبات التي رهبت، ولذلك لديهم غبن شديد جدا ضد الدعم السريع. لا يمكن أن نصنف الناس أقول أن هذا إسلامي لا يمكن أن تقاتل، هو أتى ليساعد الجيش في هذا القتال، فلا يمكن أن أصده وأقول له أنك إسلامي أو أنك براء. باختصار سيادة اللواء الركن، وصلنا لمرحلة الحرب الموسعة أو الحرب الأهلية مع تعدد الجيوش أو تعدد الجهات التي تتقاتل، باختصار شديد من فضلك. هذا السيناريو في رؤوس هؤلاء، وهذا الأمل الذي يرجوه، يرجو أن يتحول السودان إلى معركة وإلى تشظي كامل، ولكن هذا غير موجود الآن. الآن كل ولايات السودان ليس بها إشكالات أمنية كبيرة، الآن الجيش فقط هو يقاتل الدعم السريع. عندما تكون هناك إشكاليات لاحتمال انزلاق حرب أهلية لا تعرف من يقاتل من. الآن العدو واحد، العدو هو الدعم السريع، والذين يقفون خلفه والذين ينصرونه. هناك قبائل، هناك عبد العزيز الحلو، حركة مسلحة، هناك الكثير. مددت هذا النقاش يكون عادلا في توزيع الوقت سيدة اللواء الركن، أعتقد أني اقترفت من العدل. من الدوحة كنت معنا المدير الأسبق لمركز البحوث والدراسات الاستراتيجية في القوات المسلحة السودانية اللواء الركن أسامة محمد أحمد عبد السلام، وكان معنا من القاهرة الأمين السياسي لحزب المؤتمر السوداني وعضو المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي شريف محمد عثمان، ومن لندن عمران عبد الله حسن عضو المكتب الاستشاري لقائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو. شكرا جزيلا لكم جميعا، والأخبار ليلة مستمرة فيها بعد الفاصل. رئيس الأركان الإيراني يطالب العراق بطرد الجماعات الكردية المعارضة من إقليم كردستان. أهلا بكم من جديد. بعد أيام فقط من إعلان بغداد الانتهاء من تنفيذ الاتفاق الأمني مع طهران بشأن إبعاد الجماعات الكردية الإيرانية عن الحدود ونزع سلاحها، أكد رئيس هيئة الأركان الإيراني محمد باقري على ضرورة نزع سلاح الجماعات الكردية المعارضة وإخراجها من الأراضي العراقية بموجب الاتفاقيات الأمنية بين البلدين وفق قوله. وخلال عرض عسكري بالعاصمة طهران قال باقري إنه كان من المفترض في نطاق الاتفاقية أن يتم نزع سلاح الجماعات المعارضة بشكل كامل، ولكن بعد فترة 6 أشهر تم إبعادهم فقط من الحدود الإيرانية.
أضاف أن بلاده تقدر جهود الحكومة العراقية، ولكن يجب تنفيذ الاتفاقية بالكامل وطرد المجموعات المسلحة المعارضة من جميع أنحاء العراق. وأشار إلى أن الرئيس إبراهيم رئيسي أبلغهم أنه يجب منح العراق بضعة أيام أخرى لتنفيذ الاتفاقية بالكامل، وبعد ذلك سيقررون. هذا ولم تشر بغداد إلى أن الاتفاقية الأمنية مع إيران تتضمن طرد الأحزاب الإيرانية المعارضة من إقليم كردستان، واكتفت بإعلان تنفيذ الاتفاق عبر اللجنة الأمنية المشتركة. ولمناقشة هذا الملف ينضم إلينا من بغداد الباحث في الشؤون الأمنية العراقية صرمد البياتي، وينضم إلينا من طهران دكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكما وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ من ضيفنا من العراق سيد صرمد، أهلا بك مرة أخرى. ما طلبته إيران علنا هو إبعاد هذه الجماعات الكردية الإيرانية المعارضة من المنطقة الحدودية، وهذا تم، ونزع سلاح هذه الجماعات. هل هذه كل النقاط المتفق عليها بين العراق وإيران، أم أن ثمة نقاط أخرى لم تعلن بحسب اعتقادك؟ والله يا سيدتي، يعني يا سيدتي، أنا أولا أشك بأنه السيد باقري لديه اطلاع كامل عن ما جرى خلال هذه الأيام الماضية حقيقة، لأنه تصريحه فاجأنا، لأنه يعني يمكن أنا متابع شخصيا لما يحدث يوميا. نحن عملنا ما لم يعمله العراق خلال 30 سنة منذ سنة 1991، رفعنا العلم العراقي بمناطق لم يرفع عليها سابقا، سحبنا كل المعارضة العراقية من اتجاه أربيل وسلمت تحت إشراف الأمم المتحدة، حتى أسلحتهم الثقيلة تم نزعها لأن الأمم المتحدة ما تستلمهم، ما لا تستلم هؤلاء اللاجئين إذا كانوا مسلحين، فلذلك هم سيتصرفون بسلاحهم، سواء يسلموا إلى الإقليم أو يسلموا إلى جهات، المهم يسلم إلى الدولة العراقية. ونحن رئيس الوزراء خصص 3 مليارات دينار لبناء الكرفانات والمواقع الجديدة التي تم سحب المعارضة الإيرانية لها، ونشرنا فيديوهات وأفلام وصور عن رفع العلم العراقي واستلام قيادة قوات الحدود لهذه المناطق كلها. يعني والله أنا مستغرب. وأيضا بالمناسبة قبل ما آتي إلى اللقاء قلت خلي أسأل يعني الجهات المسؤولة العليا ليكون أنا مخطئ، زين والله قالوا هذا الكلام نصا هو ما حصل، وأنت كنت يعني متابع للموضوع، كيف السيد باقر يقول لم يتم سحبهم أو لم يتم نزع أسلحتهم؟ طيب ما الأمم المتحدة كانت جالسة بالاجتماع بين الإيرانيين والعراقيين والأمم المتحدة، سيد صرمد، وتم تسليمهم وسيكونون بصفة لاجئين. سيد صرمد، هو صح أشار إلى مسألة نزع السلاح بأنه لم يتم، ولكنه أشار إلى ما هو أبعد من نزع السلاح وقال يجب أن يبعدوا تماما من العراق. هل هذا كان شرط في الاتفاق الأمني العراقي الإيراني؟ لا لا، أعتقد أنه فقط الشرط كان يبعدون عن الحدود أعتقد 100 كيلومتر، زين، وهم ابتعدوا عن الحدود تماما. يعني أنا إلى حارية ما أقدر أكشف ليش المناطق اللي ذهبوا إلها، ما يعني لكن أعرفها مناطق بعيدة جدا، أصلا هم كانوا في مناطق بين وديان وموجودين بين جبالين مناطق حصاروست، وكان الجهة الشمالية كانت تركيا وعلى يميننا كانت إيران، وتم سحبهم كلهم وذهبت قوات الحدود، وموجودة صور وفيديوهات، ما أعرف هاي التصريحات. مع العلم لحظة واحدة، الإقليم كان متعاونا جدا في هذا الموضوع، لأنه الإقليم الآن نفط ما يستطيع تصديره، فأكثر وارداته على السياحة، فما يريد الإقليم ينقصف وتتأثر السياحة، فلذلك كانوا متعاونين جدا. نعم،
أنتقل الآن إلى الدكتور صادقيان، من وجهة النظر الإيرانية ربما هل هناك أي نقاط لم تعلن بحسب اعتقادك أو المعلومات المتوفرة لديك حينما تطالب الآن إيران بطردهم من الإقليم؟ هل هذا كان شرط لم ينفذ عراقيا؟ أو طردهم من العراق، أعذرني الدكتور صادقيان، إيران تطالب بطردهم تماما من العراق وليس الإقليم فقط؟ هناك حساسية مفرط عند الجانب الإيراني من تواجد هذه المجموعات الإيرانية الكردية المسلحة في إقليم كردستان العراق. هناك حدود تبلغ 700 كيلومتر بين إيران وبين 600. إقليم 600. كردستان العراق 600 أوكي 600 كيلومتر بين العراق وإقليم كردستان العراق. هذه الحدود في السنة الماضية كانت مقلقة بالنسبة للأمن الإيراني، وبالتالي هناك حساسية. هذه الحساسية تبديها كل السلطات الأمنية، الجيش، الحرس الثوري، وكل الوسط، حتى الوسط الاجتماعي الديني، الفعاليات السياسية، وبالتالي هؤلاء ساهموا بنقل أسلحة، ساهموا بتهريب أسلحة، ساهموا بنقل عناصر إلى داخل المدن لعسكرة الاحتجاجات الإيرانية التي شهدتها المدن الإيرانية، وبالتالي هناك حساسية. ما تحدث عنه باقري وأنا سمعته باللغة الفارسية بشكل كامل، هو لم يقل يجب على العراق أن يطرد هؤلاء إلى الخارج، لأنه كما أعلم أنا أن لا الاتفاق الأمني الذي وقع بين مستشار الأمن القومي الإيراني ومستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي لم يتضمن ترحيل هؤلاء إلى خارج العراق أو خارج حدود كردستان العراق، وإنما تضمن ثلاثة قضايا، أي نزع السلاح ونقل المعسكرات إلى بعيدا عن الحدود والقبض على بعض المطلوبين. لكن ماذا عن المهلة إذن دكتور صادقيان؟ حينما يتحدث كذلك الجيش أو رئيس الأركان عن مهلة تحدث عنها السيد رئيسي الرئيس الإيراني، مهلة تقدم للعراق ليفعل ماذا؟ مذكورة بالاتفاق الأمني المعقود الذي عقد بين الجانبين الحكومة العراقية والحكومة الإيرانية، وهو 19 من سبتمبر. يبدو أن كل الأوصاف الإيرانية تشيد بما فعله العراق، وهي تشكر دائما، يعني حتى الرئيسي في الأمم المتحدة في نيويورك في المؤتمر الصحفي شكر الحكومة العراقية على ذلك. باقري هو لم يقل يجب كما ورد بالاتفاق الأمني، هو قال بأنه يا ريت، يعني بالتأكيد، يعني بالضبط هذا المصطلح، هو قال ويا ريت أنه يرحلون من العراق، هكذا قال، لم يقل يجب. نعم، ولكن قال يجب تنفيذ الاتفاقية بالكامل، هذا يشي بأن ثمة نقاط غير واضحة لم تنفذ الآن. لا، الاتفاقية قال بأنها منفذة، لكنه قال بأنه يجب أن تذهب لجنة مراقبة بالاتفاق مع الجانب العراقي من أجل التحقق ميدانيا على الأرض، وأنا لا أعتقد بأن هناك مشكلة في هذا المجال، ويبدو بأن الذي سأل السيد باقري هو سأله من أجل أن يعرف الموقف الإيراني، لكنه أجاب بهذه النقطة. لكني أقول بأني كل ما سمعته وما قرأته كله يشيد بالجهود العراقية على إبعاد هذه المعسكرات، إخلاء هذه المعسكرات من الأسلحة، ويبدو ربما هو كان يشير ضمنيا إلى الاتفاق الذي نص أيضا على اعتقال متورطين بالوضع الأمن العراقي، وهذا تابع للجنة المشتركة المشكلة بين البلدين التي سوف تذهب وتتعاون مع الجانب العراقي. لكني لا أعتقد بأن هناك مشكلة حاليا موجودة بين الجانبين فيما يخص هذا الملف. سيسر مد، سواء كان الأمر في إطار مطالبة صريحة بإبعادهم من العراق أو في إطار التمني مثل ما قال الدكتور صادقيان، ولكن المعارضة الآن نقلت إلى أماكن، خمس معسكرات في منطقة داخل إقليم كردستان، هذا بحسب تصريح وزير الداخلية أو وزير الدفاع العراقي الذي تحدث عن منطقة حرير بالمناسبة. عمليا هل هذه المعسكرات والمناطق محمية من أي ضربات إيرانية الآن؟
طبعا هذه شوفي، اذا نتكلم هذه لازم نتكلم مهنيا وعسكريا. تعرفين ايران لديها يعني ربما طائرات مسيره بمديات عاليه يعني اكيد، لكن انا اقول لك نعم. تم نقلهم الى اماكن انت ذكرتيها، والحكومه العراقيه 3 مليارات دينار أطت إلى حكومة الإقليم من أجل بناء كرفانات إلى هؤلاء. أما بالنسبة إلى سفرهم إلى الخارج، هاي مو صلاحياتنا، لأنه بلاسقارت كانت جالسة بالاجتماع، أعتقد شفتيها يعني كانت جالسة بالاجتماع، وكان الموضوع كله وهم استلموا دول اللاجئين ويعاملون كلاجئين دوليين. يعني أنا لماذا يعني عذرا من السيد صادقيان، يعني أنا قبل ما أجي اتصلت بشخص يعني كان يلف معهم برتبة كبيرة وصديقي، قلت له ماذا يقول باقري، ما هذا الكلام اللي أنا سمعته اليوم، أنا سأذهب إلى لقاء معين. قال لي والله يعني أكو استغراب كبير جدا بالعراق على التصريحات، هل من المعقول أنه إحنا صار لنا أسبوع يفترون بالجبال ويلفون بالجبال ويرفعون العلم العراقي بأماكن لم يصلها الجيش العراقي منذ 91 منذ 91 سيد سرمد، ثم نفاجئ بهذا التصريح. دكتور صادقين يقول لنا ربما لا نفهم اللغة الفارسية، تفهمها سيد سرمد شوية؟ لا والله ما أفهم عن اللغة، ولا أنا ما أعرفه. ننتقل إلى هذا التصريح باللغة الفارسية، وسيكون معنا الدكتور صادقين لترجم، ربما تكون المسألة مختلفة. ما قرارمون بر این بود که 28 شهریور ما اینها به طور کامل خلع سلاح شده باشند، لکن اون چه که اتفاق افتاد در روزهای آخر این مهلت 6 ماه این بود که اینها یه قدری از مرزها فقط دور شدند. من ضمن قدردانی از تلاشی که دولت عراق آغاز کرده عرض میکنم اون چه که در متن قرارداد دبیران شورای عالی امنیت ملی آمده کاملا باید انجام بشه و رئیس جمهور محترم فرمودن در کل منطقه اقلیم و کل عراق نیروهای تجزیه طلب تروریست مسلح نبایستی حضور داشته باشن، اینها باید به طور کامل خلع سلاح بشن و حتی از عراق اخراج بشن. رئیس جمهور محترم فرمودن که نیروهای مسلح چند روزی مهلت بدن و صبر بکنن، ما برای چند روز صبر خواهیم کرد و تیم های ناظر رو میفرستیم ببینیم که این خلع سلاح به طور واقعی انجام شده یا نه و سپس برای اقداممون تصمیم میگیریم. سيد صادقين، ترجم الحرفية، أنا أثمن وذكر الكثير من النقاط ولكن أشير فقط إلى نقطة، أنا أثمن ما تقوم به الحكومة العراقية من جهود، لكن نص الاتفاق الأمني الذي توصلت إليه إيران مع العراق يشير بصراحة إلى ضرورة نزع سلاح وطرد هذه التنظيمات التي وصفها بالإرهابية الانفصالية من إقليم كردستان ومن كافة أنحاء العراق. الرئيس رئيسي طالبنا بالانتظار والصبر لبضعة أيام أخرى. دكتور صادقين، هذا ما قال حرفيا. نعم، فيما يخص يعني قال أنه لجنة المراقبة، لجنة المراقبة التي سوف تذهب للتعاون مع الجانب العراقي للتحقق ميدانيا من ذلك، هو لم يقل بأن يجب أن ترحل هذه المعسكرات أو الأحزاب إلى خارج العراق، هو قال بأنه يريد أن يتحقق من نزع السلاح وإبعاد هذه المعسكرات عن الحدود، وبالتالي أنا من إقليم كردستان ومن كل العراق. هو قال ويا ريت أنه تخرج من العراق، هو قال بهذا يعني بهذا الإطار، لم يقل انه الاتفاق. نعم. هو قال يعني مره اخرى اخر جملتين هو قالها في هذا الكليب، قال بان نريد ان نتحقق يعني عندما تذهب هذه اللجنه للتاكد من نزع سلاح هذه الجماعات المسلحه بالكامل، وحينها سنتخذ القرار اللازم. حينها اذا انتقل للسيد سرمد، أي كان القرار الإيراني، ما الرد العراقي المتوقع؟ هل العراق يكتفي الآن بتحقيق هذه النقاط أم أنه سيتقبل نقاش نقاط أخرى أو تنفيذ نقاط وشروط إيرانية أخرى؟ لا أعتقد ذلك، ما طلب وما تم الاتفاق عليه بين السيد قاسم العرج مستشار الأمن القومي مستشار القمع الإيراني وحضور السيد ريفر أحمد وزير داخلية الإقليم وحضور جيني بلاسخارت، هذا ما تم الاتفاق عليه، أنه ينقلون أبعد عن الحدود، ما يقيمون بأنشطات، يسلمون أسلحتهم الثقيلة وتم استلامها، ويسلمون أسلحتهم الخفيفة ويعاملون كلاجئين. هذا أي نشاط مسلح ماكو،
بالمناسبة يعني هم أيضا للعلم كان أكو نقطة مهمة جدا، الأهالي الموجودين في هذه المناطق أيضا كانوا ممتعضين من دولة يعني من المعارضة، فلذلك كان تعاون كبير في هذا الموضوع أنه يابا انسحبوا خلينا ما نتعرض إلى قصف ممكن أن نعطي به خسائر بشرية. أنا أعتقد لحد هنا يكون العراق قد أوفى التزاماته، إذا تخرج لجنة معينة ماكو مشكلة، خل تخرج أي لجنة. شكرا شكرا جزيلا لكما من بغداد، كنت معنا الباحث في شؤون الأمنية العراقية صمد البياتي، وكان معنا من طهران دكتور محمد صالح صادقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. شكرا، السلام عليكم. كانت من أهم المواقع السياحية على مدى 3 عقود، لونها الغريب جذب الزوار من داخل وخارج السنغال، بالإضافة لجمالها كانت أكبر موقع لاستخراج الملح في غرب إفريقيا. كيف اكتسبت لونها الوردي وما الذي جعلها تفقده منذ سنوات؟ لماذا تعذر أيضا استخراج الملح منها؟ كيف أثر ذلك على سكان مدينة داكار؟ مهمة خاصة الليلة 9:30 على شاشة العربية. أطلق الجيش الروسي هجوما على مصنع أزوفستال الصلب آخر جيب للمقاومة الأوكرانية في ماريوبل. محاولات كانت موجودة من طرف روسيا والقصف كذلك كان متواصل. روسيا معلنة بأنها سيتم فتح الممرات الإنسانية لخروج المدنيين. حسب الوصف الأوكراني بأن المدنيون محاصرون في ماريوبل. ما هي خطورة تصريحات رئيس مجلس النواب واتهاماته بالتدخل الأمريكي المباشر في الحرب الأوكرانية؟ هذه الحرب ليست من أجل ناتو، هذه حرب توسعية روسية. كل هذه المعلومات هذا من صدفة الحرب الإعلامية. القتال في المنطقة ما بين خاركوف وبين إيزوم يشتد. يتحدث زيلينسكي عن هجوم مضاد، هل يعني نقل ساحة المعركة من الداخل الأوكراني إلى الداخل الروسي؟ كل هذا التوتر ما بين موسكو والدول الغربية وبعض العواصم المنتمية لحلف الناتو، هل يعني بأن باب الحوار بات موصدا بشكل كبير؟ تغيب أفاق الحلول وتظهر قصص المعاناة، صرخات تعبر الحدود ووجع يشاهده العالم كل يوم بالصمت والصورة، وحتى لا تنسى قصصهم نحن نوثقها بكل تفاصيلها. تبعات إقرار الموازنة المالية العراقية. هل يعقل أنه في بلد مثل العراق نسبة الفقر أكثر من 50% من السكان؟ هذه الميليشيات لا تخرج عن إطار هذه القوى المتنفذة بالعراق. هل هذا يعني استمرار أزمة أربيل وبغداد المتعلقة بالموازنة؟ الأقليم يجب التعامل معه ككيان موحد مستقل. هناك أخطاء كثيرة في هذا الدستور. ما هي المهام المناطة لقوات الجيش بالنسبة للحدود؟ هل يمكن لهذه الميليشيات أن تخرق سرايا السلام وتخرق التيار الصدري؟ بؤرة للدواعش في هذا المخيم ونقطة قلق بالنسبة للعراق. جماعة كتائب حزب الله باتوا الآن خارج هذا الإطار. ما الذي تعنيه هذه الخطوة أن يكون هناك ميليشيات جديدة؟ في خبر مجرد، بل تغلفها طبقات من الغموض الكامن في الوقائع الخلفيات والتداعيات، والكشف عنها مغامرة شيقة يتطلب الغوص في أعماق الحدث وقراءة ما بين السطور. 9:00 اكتشف ما بين السطور من الاثنين إلى الجمعة على شاشة الحدث.
هي طفولة لا تعرف الحروب، العنف، القسوة، لا تعرف الكراهية. لكنها تدفع ثمن كل ذلك. حتما سيتم التشاور حول تشكيل حكومة مدنية تدير المرحلة الانتقالية وتعيد الانتخابات. البرهان يحسم جدل تشكيل الحكومة ويحذر من سيناريو تقسيم السودان، ترحيب بالمفاوضات وتحذير من بدائل مدمرة. إيران تهدد باستهداف المعارضة الكردية في إقليم كردستان، مطالبات بطردها من العراق، ورئيس يطلب مهلة من الجيش. خوفاً من تدهور اقتصادها، تركيا تتحرك ضد مروجي الكراهية، حبس 8 أشخاص حرضوا ضد السياح العرب واللاجئين السوريين. توتر على الحدود يستنفر قوات يونيفال، الجيش اللبناني يرد على تحركات إسرائيلية بقنابل الغاز. السلام عليكم. اختصرت كارثة درنا المشهد الليبي بكل تفاصيل المأساة، ألف الضحايا والمفقودين، بنية تحتية مدمرة، وجثة عالقة تحت الركام وأخرى في البحر. ووسط هذا المشهد لم يغب الانقسام كما هو الواقع منذ 12 عاما. حكومتا الشرق والغرب انقسمتا في إعلان الخسائر وحصيلة الضحايا ووعود إعادة الإعمار، وحتى في إعلان الحداد، واتفقتا على أمر واحد فقط، هو عدم المسؤولية عن ما حدث. وبعد مرور نحو أسبوعين من الكارثة، يتسابق الطرفان على الشرعية الدولية عبر بوابة إعادة الإعمار. الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان دعت إلى عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار درنا والمناطق المتضررة من الإعصار دانيال، وقالت إنه يهدف إلى طرح الرؤى الحديثة والسريعة لبناء المدن والمناطق المتضررة. وفي المقابل طلبت حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة من البنك الدولي المساعدة في ثلاثة مجالات لإعمار المناطق المنكوبة جراء الفيضانات التي اجتاحت شرق ليبيا. وأشار وزير المالية في حكومة الوحدة خالد المبروك إلى أن الحكومة بصدد إنشاء صندوق دولي لتجميع الموارد اللازمة لجهود إعادة الإعمار. وينضم إلينا من تونس لمناقشة هذا الملف النائب في البرلمان الليبي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي الدكتور علي التكبالي. دكتور علي، أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار الليلة. دكتور علي، أهلا بك. الكثير من الأطراف الآن تتحدث عن إعادة الإعمار. حكومة الوحدة في الغرب وجهت خطابا للبنك الدولي لمساعدتها في إدارة أموال إعادة الإعمار. الرئاسي يتحدث عن صندوق لإعادة الإعمار. الحكومة المكلفة من البرلمان في الشرق كذلك تدعو لمؤتمر لإعادة الإعمار. نعلم الانقسام الداخلي الليبي، ولكن بالنسبة للمجتمع الدولي، من الجهة التي عليه أن يتواصل معها، أن يتعامل معها في ملف إعادة الإعمار؟ أنت ترين أن هناك عدم اتفاق حتى على إعادة الإعمار ومن سيقوم بإعادة هذا الإعمار. أولا، المنظمات الدولية لن تأتيك وأنت بهذه الحالة، وهي لا تعرف من هو الممثل لهذا الشعب المسكين وماذا سيعمر ومن الذي سيقبل بهؤلاء أو هؤلاء. إذن
هم يدورون في نفس الحلقة المفرغة، ولا زالوا حتى الآن لم يتعلموا أن الشعب قد مل من جميع هذه الوجوه. وكما طالبت دائما منذ سنتين أو ثلاثة بأن نخرج جميعا من المشهد ونترك هذا الشعب يقرر مصيره، أو أن الأمم المتحدة أو أي دولة فاعلة تقوم بإنشاء حكومة لنا، لأننا فشلنا في إنشاء أي حكومة صادقة. نعم، ولكن على ليبيا أو على المجتمع الدولي أن يساعد ليبيا في هذه المسألة، إن لم يكن من الناحية المالية فمن ناحية إدارة الأموال. اليوم لدينا حكومة معترف بها دوليا هي حكومة الوحدة الليبية، في المقابل هناك حكومة مكلفة من البرلمان وقريبة من هذه المؤسسات القوية والفاعلة على الأرض في الشرق الليبي. عمليا هل المجتمع الدولي بحسب اعتقادك سيضطر للتعامل مع أحد الطرفين؟ المجتمع الدولي يأتيك حينما يحس أن هناك سلم وأن هناك دولة فاعلة وأن هناك إدارة للأزمة صحيحة وأن اللصوص قد اختفوا وأن أولئك الذين أفسدوا الشعب وأفسدوا أمواله ليسوا موجودين. إذن لن يكون هناك الفلوس مجانا. مؤتمر لإعادة الإعمار، ولن تكون هناك مساعي لإعادة الإعمار تطلبت كل هذه الخطوات. سمحني، لو تركتني لقلت لك أنت لكي تعيد الأعمار عليك أن تدفع أموالك بنفسك، ونحن لن ندفع لك لأننا لا نثق بك. بإمكاننا أن نساعدك في إدارتها وفي إعادة الأعمار وإحضار الخبراء والفنيين والمهندسين، ولكن لن ندفع لك. نعم، هذه مسألة مرتبطة كذلك بتصريح حكومة الوحدة الليبية التي قالت إننا لا نحتاج مساعدات ولكن نحتاج لإدارة هذه الأموال. في المقابل الشرق أو حكومة الشرقية من تحدثت عن ضرورة المساعدة في إعادة الإعمار وقبل ذلك في الإغاثة. لماذا التباين حتى في مسألة إن كانت ليبيا تحتاج إلى مساعدات مادية أم لا؟ لهذه الدرجة المسألة صعبة أن نعرف إن كانت ليبيا بحاجة مادية أو بحاجة لمساعدات مادية؟ أولا، الذي يظن أن ليبيا دولة غنية هو غالط، وهو لا يفهم ماذا يحدث في هذا البلد. فهذا البلد يدفع حوالي 70% من موارده في المرتبات، وليس هناك أي أموال للتنمية أو لأي شيء آخر. فالذي يملك الأموال هو الناحية التي هي في الغرب، هذه بإمكانها أن تجلب الأموال، وبإمكانها مثلا أن تدع أولئك الذين سوف يسهمون في بناء البلد بأن يثقوا بها أكثر. أما في الشرق فهم لا يملكون هذه الأموال، والغرب يظن عليهم بهذه الأموال ولا يعطيهم. فإذن الدول التي تريد أن تشارك في بناء ليبيا أو في إعادة إعمار درنا يجب أن تثق بهذا الجانب الذي هو في الغرب. نعم، حتى أنتم في البرلمان دكتور علي كان هناك بعض الجدل المتعلق بميزانية إعادة الإعمار. هي رفضت هذه الميزانية من قبل مجلس الدولة في البداية. هل كان من المفترض أن يتم التنسيق بين مجلسي النواب والدولة في مسألة ميزانية إعادة الإعمار؟ إن مجلس النواب الذي خلق مجلس الدولة الآن يجني ما فعله وما جناه، فهو إذن عليه أن يتحمل المسؤولية. وحتى لو وافق مجلس الدولة، أنا قلت منذ البداية أنه لن تكون هناك أموال، لن تعطى أموال للشرق لكي يظهر نفسه بأنه هو الذي بنى درنا، لأن هناك تنافسا في كل شيء. فإذن سوف يبقى الغرب ينتظر اعتراف الدول الغربية أو الدول المانحة لكي تخوله هو بدفع ببناء هذه المدينة. هل هذا يعني بأن مجلس النواب تسرع حينما تحدث عن ميزانية لإعادة الإعمار؟ يا سيدتي، مجلس النواب لا يملك شيئا. أريد أن أفهم الناس أن مجلس النواب مجلس لا يملك شيء، الجميع يحاربه منذ البداية، لا يريده أحد، لا المقاتلة ولا الإخوان المتأسلمين ولا المفتي ولا حتى الدول الكبرى التي سمحت لفجر ليبيا باحتلال طرابلس.
قسمت مجلس النواب. مجلس النواب صورة وهمية يريدون أن يقولوا أن هناك مجلس اسمه مجلس النواب وأن هناك شبه ديمقراطية في هذا البلد. مجلس النواب المسكين يجب أن يفهم أنه قد انتهى، وأننا جميعا وليس مجلس النواب، مجلس الدولة ومجلس الرئاسة وكل جسم سياسي وكل جسم يملك سلاحا غير شرعي يجب أن يخرج وأن يترك الناس كي يبنوا ليبيا من جديد. نعم، ولكن دكتور علي هذا مسار طويل، نحن نتحدث عن خطوات عاجلة إعادة إعمار هذه المنطقة. المنطقة ما زالت منكوبة، هي مغلقة الآن، الأهالي تحتاج إلى مساعدة والمنطقة تحتاج إلى إعادة إعمار. إلى أي حد ستبقى أي محاولات لإعادة الإعمار معطلة الآن، وكيف يمكن تجاوز هذا التعطيل؟ يا سيدتي، سوف يرون درنا تغرق في الأمطار، ويرون الناس يعانون مرة ثانية، وسوف يعين سكان من درنا هؤلاء الظلمة لكي يسرقوا الأموال، ولن تبنى درنا في القريب العاجل بالطريقة التي نتمناها. هذا ما أراه وهذا ما أعرفه وهذا ما خبرته، ولست لأنني متشائما ولكن لأنني واقعي. كنت سأقول أنك متشائم دكتور علي، على العموم في سؤالي الأخير أبداً. نريد أن نفهم صورة سوداوية عن ما يجري في درنا وعن ليبيا، ولكن في هذا سؤالي الأخير دكتور علي، إن كانت ليبيا لا تملك هذه الأموال على عكس ما يعتقد في الخارج، ليبيا لا تملك أموال لإدارة أو لإعادة الإعمار، وهي تصرف كل الأموال في الرواتب وليس لديها دخل آخر، على أي أساس تحدث البرلمان عن ميزانية؟ وحكومة الوحدة تحدثت عن ميزانية أخرى 10 مليارات مقابل 2 مليار دينار ليبي، وعلى أي أساس يجري الحديث كذلك بأن ليبيا لا تحتاج إلى مساعدات للإغاثة، تعالوا فقط بفرق الإنقاذ؟ أتسمعين القول العام الذي يقول أن فلان قد أكل معاشه أخضر؟ هؤلاء هم هذو أكلوا كل شيء أخضر أصلا قبل أن يصل إلى الصندوق. هؤلاء يتكلمون عن النفط الذي سوف يخرجونه ثم يأكلونه، فهم من أين سيأتون بالأموال؟ سيقترضون أم ماذا يفعلون؟ ثم ما هي 10 مليارات في بناء مدينة تدمرت مثل درنا؟ وكيف سيعوضون الناس؟ وكيف سيحاولون أن يبنوا مدينة أخرى جديدة حديثة كما يقولون؟ أنا لا أصدق الكلام، أنا أرى وأقرأ وأفهم وأدرس وأناقش، لا أصدق ما يقوله الآخرون. شكرا جزيلا لك من تونس، كنت معنا نائب البرلمان الليبي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي الدكتور علي تكبالي، شكرا. وإلى ملف آخر الآن، موجة عداء كبيرة يواجهها العرب واللاجئون السوريون بشكل خاص، تحريض ووعيد وصولا لعمليات اعتداء جسدية طالت الكثير من السياح العرب الذين بدأوا يشتكون من سوء المعاملة وتكرار حوادث التهجم من قبل مواطنين أتراك. لكن الواقع يبدو أسوأ للسوريين الذين باتوا العدو الأول للأتراك، حتى انعكس ذلك بشكل واضح على الحركة السياحية التي تدر أموالا طائلة لأنقرة. وضع دفع السلطات التركية للتحرك، إذ قررت محكمة تركية حبس 8 أشخاص بينهم 27 يشتبه بقيامهم بأعمال استفزازية وتحريض عبر منصات التواصل الاجتماعي ضد اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين. ومن بين المعتقلين بعض الشخصيات البارزة مثل مدير تحرير منصة إيكيري باتوهان شولاك وبعض الصحفيين الآخرين. وفي عملية أمنية مشتركة حددت السلطات التركية حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي قامت بنشر محتوى كراهية موجه ضد اللاجئين والمهاجرين. حسبنا الله ونعم الوكيل. احمد قوم صحصح، قوم الله يرضى عليك. استئثار القوى الكبرى بحق صياغة القرار الدولي دون اكتراث بحقوق وطموحات مئات الملايين من الشعوب والمجتمعات،
ومن هنا تتمسك مصر والدول الأفريقية بتوافق أوزلويني وإعلان سيرت لتصحيح الظلم التاريخي الذي وقع على قارتنا من خلال توسيع تمثيلها بمجلس الأمن، بما في ذلك الحصول على مقعدين دائمين بكافة الصلاحيات. كما دعمت مصر الآليات تعزيز العمل المشترك بين البلدان النامية، وكانت في طليعة الدول المؤسسة لتجمعاتها، وتتطلع مصر إلى الإسهام بفاعلية من خلال عضويتها الجديدة في تجمع بريكس للتعبير عن مصالح وطموحات 30% من الاقتصاد العالمي المتمركز في الدول الجنوب ذات الثروة البشرية الشابة الهائلة. ثالثاً، أننا في حاجة ماسة لاستعادة الثقة في الأدوات الاقتصادية للنظام العالمي لتمكينه من تلبية التطلعات التنموية الملحة للشعوب. فلا سبيل للوقاية من النزاعات أفضل من التنمية الشاملة والمستدامة، مما يحتم دفع دور المؤسسات الدولية لدعم الدول النامية في مواجهة الأزمات الدولية الراهنة وبناء الصمود أمام أزمات دولية مستقبلية. وهنا تبرز أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى لاتخاذ خطوات بناءة نحو إصلاح الهياكل المالي العالمي وتطوير نظام التمويل الدولي القائم بما يمكن الدول النامية من استعادة وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يستوجب استحداث أدوات تمويلية فعالة ومبتكرة إلى جانب تعزيز فعالية أدوات التمويل القائمة، ومنها حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي والتي يتعين النظر في أفضل الخيارات لإعادة تخصيصها، بالإضافة إلى تطوير وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف لتحقيق 3 أهداف واضحة تتمثل في زيادة حجم التمويل وتوفيره من مختلف المصادر والأدوات، سواء من خلال المنح أو التمويل الميسر والمختلف والمبتكر، إلى جانب تعزيز نفوذ الدول النامية نفاذ الدول النامية له من أجل تحقيق التنمية وفقا لأولوياتها الوطنية. كما حان الوقت لإصلاح منظومة التجارة العالمية لترسيخ محوريتها في تعظيم عوائد النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد. كما أنه لا جدوى من الحديث عن تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية إذا لم نتخذ خطوات فورية لمنع أزمة ديون عالمية لن تعصف فقط باقتصاديات الدول الفقيرة وتزيد من تحديات الاقتصاديات النامية، بل وستحدث كذلك مزيداً من التأزم الاقتصادي العالمي. ولذا لابد من التعامل الفوري والحاسم مع تلك الأزمة من خلال تدشين آليات شاملة ومستدامة لمعالجة ديون الدول منخفضة ومتوسطة الدخل على حد سواء وبشكل يراعي مختلف أبعاد وسمات الأزمة، بما في ذلك زيادة أعباء الدين وتعقد هيكله العالمي وتغيير أنماط الاستدانة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع شركاء التنمية فيما يتعلق بمبادلة الديون من أجل إقامة مشروعات تنموية، ومن ثم تحويل تحديات إشكالية الديون إلى فرصة لتحقيق الانتقال العادل نحو الاقتصاد الأخضر. رابعاً، يواجه العالم اختباراً وجودياً في مواجهة تغير المناخ، فالكوارث المناخية أصبحت جزءاً من الأحداث اليومية، ما بين فيضانات مدمرة أو أعاصير قاتلة أو موجات جفاف مستمرة. إذ تؤكد التقارير الدولية أن العالم ليس على المسار المطلوب للتعامل مع تحدي المناخ، وبصفة خاصة فيما يتعلق بتوفير التمويل المناسب للدول النامية لدعم تنفيذ تعهداتها الوطنية. وفي هذا الصدد، وفي إطار اقتناع مصر بأهمية التحول من مجرد إعداد الخطط والاستراتيجيات إلى التركيز على التنفيذ، نجحنا في شرم الشيخ في COP27 في حشد التوافق الدولي لتحقيق العدالة المناخية والتوصل إلى قرارات متوازنة تؤسس على المبادئ والمسؤوليات المتفق عليها في الاتفاقية الإطارية واتفاقية باريس، وحققنا كمجتمع دولي تقدماً تاريخياً من خلال التوافق على ترتيبات تمويل الدول النامية لمواجهة الخسائر والأضرار المرتبطة بتغير المناخ، وأطلقنا مسار التحول العادل للنموذج التنموي، ودفعنا بضرورة التوسع في الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة.
وانطلاقا من مسؤوليتنا كرئيس لمؤتمر تغير المناخ وارتباطا بحقيقة تواضع الجهد الحالي مقارنة بحجم التحدي القائم، فضلا عما نراه من محاولات بعض الدول للتنصل من مسؤوليتها وتراجع البعض الآخر عن تعهداته وعدم تنفيذ تعهدات التمويل المتفق عليها، بل ولجوء البعض لفرض إجراءات ورسوم تجارية حمائية تحت غطاء تغير المناخ، ولضمان نجاح مؤتمرنا القادم في دولة الإمارات العربية الشقيقة، فإنني أود أن أؤكد على أن نجاحنا يعتمد على تنفيذ التعهدات والاتفاقات القائمة، وبصفة خاصة إنشاء صندوق للتمويل الدول النامية في مواجهة الخسائر والأضرار وتوفير التمويل المطلوب لإبقاء هدف الدرجة ونصف قابلاً للتنفيذ. إذن كنا مع هذه الكلمة لوزير الخارجية المصري سامح شكري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. من أبرز ما جاء في هذه الكلمة بأنه متمسكون بحصول الدول النامية على مقعدين دائمين في مجلس الأمن، كما تحدث عن إصلاح منظومة التجارة العالمية. إذن نبقى عينا على آخر تطورات وآخر تصريحات وما يأتي في هذه الكلمة لوزير الخارجية المصري، ولكن ننتقل مرة أخرى إلى هذا الحوار حول تركيا وموجة العداء فيها ربما أو العنصرية ضد العرب وضد السياح واللاجئين السوريين. سؤالي الآن للسيد جواد، إذا السيد غسان كان يتحدث بأن ربما الهم الأول بالنسبة لتركيا هو حماية التجارة، حماية السياحة، حماية الاقتصاد التركي الذي تضرر بفعل هذه الموجة العدائية ضد العرب، لماذا تأخرت تركيا في خطواتها القانونية ضد المروجين للعنف والعنصرية ضد العرب؟ لأنه كنا في شرف الانتخابات، وأن الحكومة التركية كانت تهتم وكانت موجة ضد اللاجئين بشكل عام، والحكومة التركية أيضا التحقت بموجة أن يقاوم ويواجه هذه المشكلة بقوة عبر القضاء التركي. نعم. ولكن سيد جواد أشرت إلى مسألة انخراط ربما الحكومة في مرحلة ما في هذه الموجة أو الأجواء العدائية، حينما طلب من أصحاب المحلات نزع اللوحات باللغة العربية، هل كان ذلك في إطار الموجة العدائية للعرب أو على الأقل تماشيا معها؟ هذه كانت في المدن التي كانت المعارضة التركية، الأحزاب المعارضة بلديات كانوا مسيطرين. يعني استغربنا من هذه الموجة بصراحة. يعني مثلا هناك كانت موجة من المهاجرين من روسيا وأوكرانيا، مئات الآلاف، يعني سكنوا في مدينة أنطاليا خاصة، سكت الجميع. لكن بالنسبة إلى العرب مع الأسف الشديد هذه كانت، لكن هناك أمل من الحكومة التركية أن تتحرك بقوة ضد العنصرية بشكل عام. نعم. سيد غسان، هل تتفق مع ربما منسوب التفاؤل الذي يتحدث عنها سيد جواد كوك بأن ثمة رغبة رسمية من السلطات التركية بأن تنهي أو تضع حدا لموجة العنصرية ضد اللاجئين السوريين وضد العرب عموما أو السياح العرب؟ بالتأكيد، يعني حقيقة من يلام بالدرجة الأولى هي الحكومة التركية، لأن الحكومة هي التي تتخذ القرارات وليست المعارضة فقط. صحيح الكثير من الأحزاب المعارضة كان لها خطابات عنصرية وقومية متشددة، سواء تجاه العرب أو تجاه الأكراد أو تجاه السوريين بشكل عام، كانت هذه المواقف يعني لم يكن هناك تحرك لا من القضاء لا من الشرطة. شاهدنا الكثير من عمليات الاعتداء، الشرطة تسكت، الجيش التركي يسكت، قاموا بكثير من هذه الأعمال، لم يكن هناك رادع حقيقي. ولكن بدأت تركيا تتحرك الآن قضائيا، هل هذا إجراء كاف؟ لا أعتقد أنه كافي، هذا إجراء محدود جدا، لابد من مواقف سياسية من كل الأحزاب التركية، القيادات الدينية والقيادات السياسية والقيادات القومية أن تخرج وتتحدث إلى جمهورها، كما كانوا يخرجون ويحرضون الشارع التركي ضد اللاجئ السوري، ينشرون إشاعات غير صحيحة، لطالما كانت الأحزاب التركية تقول أن اللاجئ السوري يحصل على مزايا أكثر من التركي، والأتراك والمواطن التركي البسيط صدق ذلك، فأصبح هناك حقد تجاه السوريين.
في الحقيقة اللاجئ السوري لا يتلقى أي مساعدات خاصة من الحكومة التركية أكثر من ما يتلقاه أي تركي، وبالتالي لابد من توضيح الصورة للمواطن التركي، لابد أن يتحرك كل أصحاب يعني الكلمة سواء كانوا إعلاميين أو سياسيين أو رجال دين أو شخصيات مؤثرة بالمجتمع التركي، وتقول أن هذه الكراهية ليس فقط سوف تكون عبء على السوريين وإيذاء للسوريين، بل سوف تؤذي الاقتصاد التركي وتؤذي العمالة التركية التي تعتمد على السياحة الشركية. شكرا جزيلا لكما من لندن، كنت معنا الأكاديمي والكاتب السياسي السوري غسان إبراهيم، وكان معنا من اسطنبول المحلل السياسي والاستراتيجي جواد كوك. شكرا. وإذن دائما في تصريحات وزير الخارجية المصري أو في كلمة وزير الخارجية المصري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي حديثه عن الملف الأبرز اليوم مصريا هو مفاوضات سد النهضة التي انطلقت، يقول وزير الخارجية المصري: نرفض أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية ومنها سد النهضة الإثيوبي، وإثيوبيا خرقت القانون الدولي وواصلت عمليات ملء سد النهضة. أثيوبيا كانت أنهت الملء الرابع لسد النهضة. وزير الخارجية المصري كذلك يقول: ننتظر موقفا صادقا من أثيوبيا للتوصل إلى اتفاق يراعي مصالحنا، ولن نتهاون مع في مصير الأمن القومي المائي لبلادنا، ولن نستسلم لسياسة الأمر الواقع. هذا كان في حديث وزير الخارجية المصري، وهذا الملف سنناقشه لاحقا مع ضيوفنا. ولكن الآن إلى الملف اللبناني، إذ قال الجيش اللبناني إنه أطلق الغاز المسيل الدموع على قوات إسرائيلية على الحدود اليوم، وذلك ردا على هجمات بقنابل دخان أطلقت على قواته. إلا أن إسرائيل اتهمت الجانب اللبناني ببدء الاشتباكات، وذكر الجيش اللبناني في بيان له أن القوات الإسرائيلية خرقت الخط الأزرق وأطلقت قنابل دخانية باتجاه دورية للجيش اللبناني أثناء متابعته لأعمال جرافة كانت تقوم بإزالة ساتر ترابي أقامه الجيش الإسرائيلي شمال الخط الأزرق الذي يفصل بين البلدين، وهي حدود رسمتها الأمم المتحدة وتمثل الخط الذي انسحبت إليه القوات الإسرائيلية عندما غادرت جنوب لبنان عام 2000. ومن جهتها قالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفال إنها شهدت توترا في المنطقة، وبأنها على تواصل بالطرفين لتهدئة التوتر ومنع أي سوء فهمه. ومن بيروت ينضم إلينا الآن لمناقشة هذا الملف الأمني العميد خليل الحلو، الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية. سيادة العميد أهلا بك على شاشة الحدث وفي برنامج الأخبار ليلة. أهلا بك. إذن اتهامات متبادلة، من بدأ هذا الاشتباك ومن بدأ هذا التوتر؟ ولكن على العموم توتر في المنطقة الحدودية اللبنانية الإسرائيلية، لماذا يزداد بحسب اعتقادك منسوب هذا التوتر بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي؟ وهل للأمر أي صلة بتحركات ترسيم الحدود البرية بين البلدين؟ نعم، حتما هذا الأمر له علاقة بالحديث عن ترسيم الحدود الذي يصدر بين حين وآخر سواء من الجهات الأمريكية أو من الجهات المحلية. ولكن دعيني أولا أوضح أمرا مهما، أن مكان الاشتباك هو في منطقة مزارع شبعة التي تعتبرها السلطات اللبنانية أو التي يعتبرها لبنان منطقة له. والمشكلة في هذه المنطقة هي ليست فقط مع إسرائيل، إنما أيضا مع سوريا التي لم تعترف بلبنانية هذه المزارع. إذن الموضوع شائك جدا. أما بتفاصيل ما حصل اليوم، هو أن جرافة مدنية كانت تواكبها قوة من الجيش كانت تقوم بإزالة ليس ساتر ترابي إنما بعض الردميات التي نشأت من جراء حفر طريق من قبل إسرائيل. والإسرائيليون يقولون أن الجرافة المدنية خرقت الخط الأزرق ببضعة أمتار فأطلقوا القذائف ورد الجيش،
وتراجعت الجرافة، ثم تدخلت قوات اليونيفيل وتابعت الجرافة عملها ونقلت التراب إلى مكان آخر، وهذا الأمر. نعم، هذا هو بالتفصيل. أما من الناحية القانونية فالأراضي هي لبنانية 100%. الجانب الإسرائيلي سيادة العميد كان في مسألة لبنانية الأراضي، الجانب الإسرائيلي يقول إن الغاز المسيل للدموع أطلق على منطقة تتواجد فيها قوات اليونيفيل. نعم، هذا ما قاله الجيش الإسرائيلي، إنما بيان الجيش كان واضحا، وأيضا المعلومات الواردة من المكان الذي حصل فيه الإشكال واضح تماما. إطلاق القذائف الدخانية بدأ من قبل إسرائيل، ورد الجيش على المكان التي تتواجد فيه قوات إسرائيلية، واستخدمت إسرائيل دبابة ميركافا ظهرت في الصور لديكم، وثم تدخلت قوة من الأمم المتحدة وهذه الأمر. ولكن ربما كان يجب اختار الأمم المتحدة قبل القيام بهذه الأعمال، لأن المنطقة منطقة توترات. ولكن أعود وأكرر، هذه الأراضي هي لبنانية. نعم. على الجانبين. والإشكال هو بين لبنان وسوريا وبين لبنان وهو على العموم التوتر مستمر منذ فترة في هذه المنطقة، ويتحدث مسؤولون إسرائيليون لوسائل الإعلام هناك بأن احتمالية الحرب مع لبنان هي الأعلى منذ 2006. هل ترى مؤشرات جدية على تصعيد يكون أكبر بكثير من هذا التوتر الأخير؟ أبدا على الإطلاق. أولا من جانبنا، من جانب لبنان الرسمي ومن جانب الجيش اللبناني، ليس لا فكرة توتير وضع ولا فكرة دخول بحرب مع إسرائيل، والتزام بالقرار 1701. أما بالنسبة لإسرائيل وحزب الله فالوضع مستقر منذ ترسيم الحدود البحرية، فهناك حاجة استراتيجية في المنطقة للتهدئة لكي يصار إلى استخراج الغاز والنفط في الشرق المتوسط، لا سيما من الأحواض الإسرائيلية والأحواض اللبنانية، وذلك لحاجة الأوروبيين لهذا الغاز. وبالتالي وحزب الله موافق تماما على هذه التهدئة، وما نراه من تصريحات ونسمعه من تصريحات بين الحين والآخر أكان من جانب إسرائيل أو من جانب حزب الله أضعه في خانة السينما والتمثيل، لأن الطرفين متفقين تماما على عدم الدخول في أي حرب. نعم. ربما هذا التوتير سيوظف عندما يتم الحديث الجدي، حتى الآن ليس جدي، الحديث الجدي عن إظهار الحدود بين لبنان وإسرائيل، لأن الخط الأزرق بمجمله هو مطابق للحدود الدولية التي رسمت عام 1924. هناك 13 نقطة خلافية. نعم، شكرا جزيلا. ربما سيتم حلها في المستقبل القريب. من بيروت كنت معنا العميد خليل حلو، الباحث في الشؤون السياسية والاستراتيجية، شكرا. انطلقت اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة مصر والسودان وإثيوبيا. هذه الجولة التي يشارك فيها الوزراء المعنيون في الدول الثلاث تأتي استكمالا للجولات التفاوضية التي بدأت في القاهرة في أغسطس الماضي. كما تهدف الجولة وفق تصريح لوزير الموارد المائية المصري هاني سويلم إلى بحث تحقيق المصالح المشتركة في مجال الأمن المائي للدول الثلاثة، وأشار إلى أن بلاده تتعامل مع المفاوضات بجدية وبنوايا حسنة، لكنه حذر من أن استمرار عملية ملء سد النهضة دون اتفاق يهدد العملية التفاوضية.
وخلال كلمة لها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده تواجه ندرة مائية حادة، وهناك عجز مائي سنوي يزيد عن 50%. كما أكد حرص القاهرة على استمرار الانخراط بجدية في عملية التفاوض للوصول لاتفاق ملزم في قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وشدد على أنه ليس هناك مجال للاعتقاد بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتعلق الأمر بحياة المصريين. كما اتهم أثيوبيا بخرق القانون الدولي من خلال ملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي. ومن القاهرة ينضم إلينا عطية عيساوي، الكاتب المتخصص في الشؤون الإفريقية في صحيفة الأهرام، ومن أديس أبابا الكاتب الصحفي أنور إبراهيم. أهلا بكم وشكرا على قبول الدعوة. أبدأ من ضيفنا من مصر، السيد عطية. إذن أهلا بك، تابعنا تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري منذ قليل أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إدانة مرة أخرى لما سماه تمادي أثيوبيا في الملء دون اتفاق، ولكن الجولة الجديدة للتفاوض بالفعل تبدأ. ما الذي تتفاوض عليه مصر في هذه الجولة بعد الملء الرابع للسد؟ أهلا وسهلا. مصر ما زالت متمسكة بموقفها الخاص بضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لملء وتشغيل سد النهضة. هذا الموقف لن تتراجع عنه مصر حتى الآن وربما مستقبلا، لكي تضمن ألا يتم تعريض حياة الشعب المصري للخطر من ناحية أزمة المياه في المستقبل في أوقات الجفاف والجفاف الممتد. ما قاله الوزير المصري هو تأكيد أو إعادة تأكيد على موقف مصر وتذكير للعالم بأن إثيوبيا شرعت في بناء السد دون حتى إخطار مصر والسودان، وقبل أن يتم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على ذلك، وانتهكت أيضا ما ورد في اتفاق الخرطوم في عام 2015 الذي ينص على ملء وتشغيل سد النهضة بالتشاور والتوافق بين الدول الثلاث، إلى جانب انتهاك القوانين الدولية المنظمة لاستغلال مياه الأنهار المشتركة بين الدول. كل هذا الهدف منه تذكير العالم بما فعلته إثيوبيا، وأيضا الضغط على إثيوبيا لكي تبدي مرونة أكثر مع بداية الجولة الثانية التي بدأت اليوم في أديس أبابا، لعل وعسى يتم التوصل إلى اتفاق. نعم، سنتحدث عن أساليب وأدوات الضغط المصرية هذه، ولكن أنتقل لسيد أنور الصحفي الذي ينضم إلينا من أديس أبابا. منذ أسابيع هنأ أبي أحمد الشعب الإثيوبي بالملء الرابع وقال أنه هدية لهم. هل ستتفاوض إثيوبيا الآن جديا من أجل الاتفاق الملزم قبل الملء الجديد ليسد؟ نعم، تحية لك ولضيفك الكريم حقيقة، ولكن هنالك أيضا بعض الأسئلة التي تطرح حول ما يسمى بالاتفاق الملزم. ما هو الاتفاق الملزم الذي ترغب فيه مصر؟ ضيفك الكريم تحدث عن تمسك ببعض النقاط وأيضا اتهام إثيوبيا بعدد من الاتهامات. فأنا أعتقد بوجهة نظري إذا كانت إثيوبيا فعلت كل هذا وانتهكت القوانين والمواثيق وتخطت كل هذه الحدود، فلماذا إذا مواصلة عملية التفاوض في أصلها؟ فأنا أعتقد عندما ترى طرف مجرم بصورة كبيرة جدا ومتخف في حق الآخرين وأنه لا يلتزم بكل هذه القوانين ومتخف ويعتدي على الآخرين وينتهك حرمات حقوق الآخرين، فأعتقد لا يمكن أن تتفاوض مع مثل هذا الشخص الذي تراه بهذه النظرية. هذا في حد ذاته فيما يخص الحديث بصورة عامة. فيما يخص الملء والمفاوضات، أسيبية جادة جدا خلال المرحلة السابقة وأكد ذلك. فيما يخص بناء سد النهضة وعمليات الملء المتكررة في مراحلها الرابعة، كان هناك تصريح إثيوبي في أول المراحل أنه ستسير إثيوبيا في تفاوض مع دولتي المصر مصر والسودان إلى جانب بناء التواصل مواصلة بناء السد، وأن بناء السد لن يتوقف في لحظة واحدة. وأنا أعتقد أن إثيوبيا كانت تعي بأن هناك نوع من الجرجرة والمماطلة في مراحل بناء في مراحل. كم المراحل المتبقية للملء؟ أعتقد هناك مرحلة خامسة ومرحلة سادسة.
لا لم تذكر تفصيليا، لان هذه المرحله في حد ذاتها هي المرحله الاوليه، هذه المرحله الرابعه من عمليات الملا الاولى، هذه المرحله الرابعه الاخيره من الملا الاولى التي كان مقرر ان تكون 49.5، ولكن اثيوبيا الان استطاعت ان تحقق 42.49 عفوا، واثيوبيا استطاعت ان تحقق 42.5، فاذا اثيوبيا رات بان هذا يكفي بناء على جسم او عمليه البناء في جسم السد، اذا كان هناك استمرار في جسم السد خلال المراحل الغازية سيكون هناك مراحل ثانية ورابعة وثالثة وخامسة، ثم ربما تستمر أكثر من ذلك، وكل مرحلة لها مراحل داخلية متعددة. نعم. فيما يخص المفاوضات أعتقد هنالك تواصل، وأنا كنت قد تحدثت خلال المراحل السابقة بعد المفاوضات التي جرت في الظاهرة، فهنالك من اتهم بأن هذه المفاوضات كانت فاشلة ولم تعكس، ولكني كنت أراها بأنها بداية جيدة جدا لإطلاق المفاوضات خلال المراحل الغازية. نعم، ولكن سيد أنور لنشرح أكثر، مصر تطالب باتفاق ملزم، اتفاق موثق، إثيوبيا دائما ترفض مسألة الاتفاق الموثق، ما النقاط الخلافية الآن؟ عن أي نقاط يجري الحديث أو التفاوض الآن؟ النقاط الرئيسية التي تتحدث عنها إثيوبيا هي عملية تشغيل وملء السد، وهو الخلاف، ولكن خلال المفاوضات السابقة كانت وجهة النظر المصرية تتغير من جولة إلى أخرى، وهذه خلال الأعوام العشر الماضية حجم السد، بحيرة السد، بناء الجوانب الفنية في السد، ثم بعد ذلك الإشراك في الإدارة، ثم بعد ذلك بعد أن انتهى السد في المراحل الأولية وكانت المراحل الأولى والثالثة من ملء سد النهضة، تكررت أو تغيرت وجهة النظر فباتت فيما يخص إدارة وتشغيل السد. أنا أعتقد الجانب الأثيوبي اليوم خلال تصريح لكبير المفاوضين كان الحديث حول ملء أو إدارة أو الجوانب الفنية وملء السد، فهذه هي القضايا التي باتت الآن عالقة بصورة كبيرة جدا مع تغير وجهات النظر المصرية والسودانية والإثيوبية من وقت آخر، ولكن الآن نحن بدأنا وصلنا لمرحلة أن السد بات الآن أمرا واقعيا وانتهى وبدأ ينتج الطاقة الكهربائية. نعم، وهذا سؤال للسيد عطية، إن كان الملء الرابع انتهى أو المرحلة الأولى تماما انتهت، ربما إثيوبيا لاحقا سترفع من أو ستزيد بناء هذا السد ومنسوب المياه فيه، بحسب اعتقادك ما الذي سيلزم إثيوبيا لتتفاوض قبل الملء الجديد؟ ما الذي تملكه مصر من أدوات للتأثير السيد عطية؟ أهلا وسهلا. فيما يتعلق بالملء، البحيرة سعتها 74 مليار متر مكعب من المياه، تم حتى الآن تخزين 41 مليارا بعد انتهاء المرحلة الرابعة، وبالتالي ما زالت هناك مراحل أخرى لاستكمال ملء البحيرة. وإن كان تصريح رئيس الوزراء الإثيوبي الأخير الذي وردت فيه كلمة الانتهاء من المرحلة الرابعة والأخيرة، كلمة الأخيرة أثارت الكثير من النقاش بيننا نحن كمراقبين وصحفيين، هل قصد بها، هل هي زلة لسان أم قصد بها أن إثيوبيا ستكتفي بالمرحلة الرابعة ولو إلى حين حتى تتأكد من سلامة جسم السد وعدم انهياره، أو لإرضاء مصر. فيما يتعلق بالتفاؤل أو التشاؤم، أعتقد أن الأمر لا يدعو إلى التفاؤل حتى الآن، لأن إثيوبيا حتى اليوم صرح رئيس الوفد الإثيوبي بأن إثيوبيا تسعى إلى اتفاق ودي وليس قانوني ملزم، وتسعى أيضا إلى الاستغلال المنصف، بمعنى أن يكون لها حصة محددة في مياه النيل، رغم أنه يهبط عليها 86 مليار متر مكعب من المياه سنويا، نصف ما يهبط على دول حوض النيل. وبالتالي ليس هناك ما يدعو للتفاؤل، لكن ربما تحدث بعض المفاجآت، لأن هناك شبه تكتم على ما جرى في مفاوضات القاهرة في الشهر الماضي، وأيضا على ما يجري أو سيجري في هذه المفاوضات. أما ما لدى مصر من إمكانيات هو مواصلة الرفض والضغط وتجنيد وحشد المواقف الدولية والإقليمية لرفض التصرفات الإثيوبية حتى تنصاع إثيوبيا سيد أنور وتوافق على ما يرضي الدول الثلاث. باختصار شديد سيد أنور، هذا الملء سيكون الأخير كما يقول السيد عطية ربما؟ ليس صحيح هذا، لأن هنالك ما يسمى بالمرحلة الملا الأولية، والتي في الداخل الأثيوبي المرحلة الأولية كانت على أربع مراحل. الملا الأول الذي كان من المقرر أن يكون 49 مليار متر مكعب، ولكن أثيوبيا أغرت بأنها
وصلت إلى 42.1.5 مليار متر مكعب، والمرحلة الرابعة من الملا الأولي، هذه المرحلة الرابعة الأخيرة من الملا الأولي، وبعد ذلك ستكون هناك مراحل أخرى في حال أن تم زيادة سد النهضة أو بناء جسم سد النهضة. شكرا جزيلا لكم. من أديس أبابا كنت معنا الكاتب الصحفي أنور إبراهيم، وكان معنا من القاهرة عطية عيسوي الكاتب المتخصص في الشؤون الإفريقية في صحيفة الأهرام. شكرا والسلام عليكم. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.